هو جزء تعبيري عن الفرحة بأعياد أكتوبر، لكن كمان في نفس الوقت إحنا يعني مركزين على الصحة العامة، التوجهات اللي دايما القيادة السياسية بتؤكد عليها، صحة الشاب المصري وصحة المصريين والتنشئة الجيدة الصحية. فعشان كده النهاردة بنكمل يعني زي ما بدأنا في محافظات صعيد مصر. أكيد لما بتتحرك النهاردة من ميدان التحرير اللي تم تطويره يعني مع امتداد القاهرة الفاطمية للقيادة السياسية والحكومة المصرية إن شاء الله، يعني بتكمل سلسلة من التطوير. لكن أهم المعالم اللي احنا موجودين النهاردة قدامها في التحرير هو المتحف المصري لما يمتلك من تاريخ وقيمة وقامة. لكن في حاجة حديثة كبيرة كمان يعني بتتعمل في مصر، المتحف الكبير. فمن المتحف المصري إلى المتحف الكبير رحلة الماراثون الدرجات النهاردة، دلالة على الوعي الكبير اللي موجود، دلالة على تأكيد على أهمية الرياضة بالنسبة للشباب والرياضة بالنسبة للتنمية المجتمعية، دلالة على التوعية على البناء الصحي السليم، دلالة على المشاركة المجتمعية بشكل كبير. كمان ده بيأكد مبادرتنا درجتك صحتك اللي هتستمر، اللي بنجهز للدفعة الثالثة قريبا بإذن الله. لكن ما تنسوش النهاردة كمان معنا حاجة تاني، هي راكبي الدراجات البخارية أو الدراجات النارية. إحنا من فترة عملنا يمكن رالي مصر اللي إن شاء الله بنرجعه تاني، وعملناه في سقارة. هتلاقوا النهاردة مجموعة من ركيب الدراجات أيضا في المسيرة مع العجلة إن شاء الله. بصراحة حاجة مشرفة جدا، حلو التأمين، حلو الناس المشاركة في نظام، هي فكرة هايلة علشان ننشر ثقافة ركوب العجل خاصة البنات اللي زينا. كانت فرصة، أنا أوريدي بايكر، ودي فرصة أن أنا أشارك فيها، وبالنسبة لي ده شرف كبير جدا. النهاردة الماراثون جميل جدا بحضور المسؤولين وبحضور كل الناس، وإن شاء الله يكون يوم جميل وإن شاء الله يتم بخير بإذن الله. أنا نازلة أنا وجوزي النهاردة علشان نقول الحياة حلوة وجميلة، ومفيش مش لازم نعقد نفسنا يعني. طبعا الماراثون جميل جدا، هو بيساعدنا حتى اللي احنا نصحى نعمل تمرين وكده، احسن ما نفضل قاعدين في البيت على اللابتوب والبلاي ستيشن. جميل جدا جدا ان يكون الحكومه تدعم الشباب وتشجع الشباب على ركوب العجل وانهم يكسبوا صحتهم كده. بنستفاد منها كتير يعني، لو يعني العجله اول مره ننزل بالعجله وكده، واهتمام بالعجله في الشباب والوزاره وكده. وانا برضو حاسس اول ما جيت حسيت يعني براحه نفسيه، حسيت الناس برضو يعني ايه كلهم كوميونتي واحد يعني. صراحه ان هو بيشجع العجل وركوب العجل اذا كان البنات او الشباب، فحاجه كويسه جدا. لا والله انا ما كنتش متوقع ان العدد ده يكون موجود الصراحه، بس يعني حاجه جميله ان هم قالوا مره واحده ماراثون فكل الناس دي اتجمعت. كل يوم جمعه بننزل برضو، بنروح اماكن كتيره جدا، بس فعليا ما بتكون حاجه تبع وزاره الشباب والرياضه، طبعا تنظيم عالي جدا جدا. عشان كده بنيجي كلنا مركز شباب الحلميه، بنيجي بنلاقي احنا جروب عجل احنا متفقين معاه برضو، نجيبه معانا برضو تبع مركز الشباب، ونيجي كلنا بنحضر الماراثون. تمام، حلو جدا، انا اول مره اصلا اشارك فيه، وان شاء الله يعني يحصل تاني ونكون موجودين برضو ان شاء الله كلنا مع بعض.